قعدنا مع جولتنا في السوشيال ميديا ونبتديها بصالح جمعه لاعب النادي الاهلي واللي نشر صوره على انستغرام مع الزميل عمر ربيع ياسين بعد طبعا حواره امبارح في قناه النادي الاهلي وكتب: من كل قلبي بشكر الجميع على ما لمسته من مسانده ومشاعر صادقه واخص جمهور الاهلي على المسانده في الايام الماضيه ولكم كل التقدير والاحترام. كمان عالميا كتب عمرو طارق لاعب المنتخب الوطني بعد ما انتقل من اورلاندو سيتي لنيويورك ريد بولز الامريكي: اريد فقط ان اشكر أورلاندو سيتي وزملائي في الفريق وجميع المشجعين الرائعين لدعمهم لي هذا الموسم. أعلم أنها كانت رحلة قصيرة ولكن سأكون دائما فخور بكوني أحد الأسود. نشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول على تويتر صورة ليورجن كلوب وهو بيقوم بتحية لمحمد صلاح وأليسون بيكر حارس المرمى بعد ما تألقوا في مباراة نابولي وامبارح طبعا وقادوا الفريق للتأهل لدور ال 16. وكتبت الصفحة: من أجل تلك اللحظات نعشق كرة القدم، من أجل تلك اللحظات نعشق الريتس. نشر كمان محمود فايز مدرب المنتخب السابق صورة لاحتفال محمد صلاح بالهدف على انستغرام وكتب: الإيمان يصعد بك عاليا إلى السماء والعمل بجهد يحافظ على مكانك هناك. نشرت كمان صفحة فوري إيمج على الانستغرام صورة لصلاح وكتبت: مو صلاح يفعلها مرة أخرى لليفربول في الشامبيونز ليج. كمان الشاعر أمير طعيمة نشر على تويتر صورة لصلاح من المباراة وكتب: اليوم لم يكن مو صلاح رجل المباراة فقط بل كان رجل العالم، استمر يا صلاح فأنت الأفضل. كمان نشر خيمس ميلنر لاعب ليفربول الإنجليزي صورة من المباراة على تويتر وكتب: المهمة أنجزت. برضو نشر حارس مرمى أو حارس المرمى مينويولي الحارس الثاني في ليفربول صورة لي من المباراة على تويتر وكتب: للجولة القادمة شكرا أليسون بيكر. كمان كاليبالي لاعب نابولي الإيطالي نشر صورة من المباراة على تويتر وكتب: من الصعب تقبل ذلك ولكن هذه اللحظات يجب أن نكون متحدين أكثر. كمان إيفان راكيتيتش لاعب برشلونة على تويتر نشر صورة من مباراة فريقه قدام توتنهام واللي انتهت بالتعادل 1-1 وتأهل الفريقين لدور ال 16 وكتبت: نتطلع لتحدي آخر في دوري الأبطال. كمان كارلوس سالينا لاعب برشلونه نشر صوره من المباراه على تويتر وكتب: متصدرين المجموعه خطوه اخرى في هذا التحدي الكبير. هاري كين نجم توتنهام نشر برضو صوره على الانستغرام من المباراه وكتب: يا له من اداء رائع من اللاعبين، من فعلنا كل ما في وسعنا للفوز ولكن التاهل كان الهدف الاهم لذلك انجزنا المهمه، احضروا لنا القرعه. كمان نشر ديلي علي لاعب توتنهام صوره من المباراه على الانستغرام وعلق: احب هذا الفريق، رغبة كبيرة وقوة ظهرت الليلة لدور ال 16. كمان نشر إريك لامالا لاعب السبيرز صورة من المباراة على صفحته على انستغرام وكتب: لدور ال 16 يلا يا سبيرز. كمان أديسون كافاني لاعب باريس سان جيرمان نشر صورة على تويتر من مباراة فريقه قدام ريد ستارز الصربي واللي انتهت بفوز الفريق الفرنسي 4-1 وكتب كافاني: الهدف الأول تحقق. كمان نشر بوفون حارس مرمى الفريق الفرنسي على تويتر صورة لي مع نيمار بعد المباراة وكتب: الفوز والتأهل والمركز الأول، هل هناك أي شيء أفضل من ذلك؟ كمان نشر داني ألفيتش لاعب باريس سان جيرمان صورة من المباراة على الانستغرام وكتب: عمل رائع، مهمة أنجزت.